جلبت لنا معك السرور يا بني، وقد شرفتنا بزيارتك، فأهلا بك. أنا من سر برؤيتكم. الله حماكم. حفيد شيخنا ومعلمنا أخبرني بما أصابكم. شيخي، فرسان المعبد أرادوا قتلي عند أول زيارة لي إلى حلب، ولكنني نجوت من هذا بفضل دعائكم. كنت قد رأيتك في الحلم. الفضل لله يا ولدي، إياك أن تنسى أنه صاحب الفضل، وإياك أن تخبر أحدا حتى إخوتك بما رأيت. فيوسف عليه السلام أيضا قد رأى رؤية، فقصها على والده كي يفسرها له، وكانت أول جملة قالها سيدنا يعقوب: إياك أن تخبر أحدا برؤيتك هذه، لا تنسى هذا، صاحب الأسرار لا يعطي سره إلا لحافظ السر ومؤدي الأمانة. مفهوم. انظر، جاء الضيف، إنه ذو سر ويحترم أصحاب الأسرار. أمدنا الله بشفاعته جميعا. كان السلطان الجيلاني قد قال: الطيور تطير مع بني جنسها، فالنسور تطير مع النسور، والغربان تطير مع الغربان، وواجبنا هو جمع هذه الأجناس مع بعضها. الحمد لله. أنتما أمانة الله، ثم أمانة بعضكما البعض. هيا حلا الأمور التي بينكما. ماذا يريد حراس المعبد منك؟ هل صحيح أن قبيلة الكايلار أصيبت بالوباء؟ الوباء؟ وأنا تفاجأت بالخبر، لكن القائد ناصر قال أن رجاله من أخبروه بهذا. عند خروجي لم يكن هناك أي وباء، لكننا أمسكنا بامرأة حاولت تلويث طعامنا بدم مصاب. قالت لنا إنها من حراس المعبد. أولئك الرجال يظهرون في كل مكان. إن كان خبر إصابة كايلار بالوباء قد وصل قبلي، فهذا يعني أن حراس المعبد من فعلها. إلى أي حد أنت تثق بناصر؟ بعد الآن لن أثق بأي أحد موجود في القصر يا أرطغرل. عندما كنت سأمسك بالرجل الذي حاول قتلي، قف لا تقتل. طعنه ناصر من دون أي سبب. ذلك الرجل لم يمت، عالجته وحققت معه، والبارحة قتل نفسه أمام عيني. ما الذي تخطط لفعله؟ غدا صباحا سوف أخبر العزيز بوضع ناصر، فابن أختي حتما لن يغض النظر عن تنبيهاتي الآن.